جامعة الدول العربية أقدم منظمة إقليمية في العالم تنشأ بعد الحرب العالمية الثانية. سبقت بذلك إنشاء منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الدول الأمريكية والمجموعة الاقتصادية الأوروبية ومنظمة الوحدة الإفريقية. ويمثل قيام جامعة الدول العربية نقطة انطلاق مهمة في تاريخ العرب المعاصر، تجسيداً لإرادة العرب الجماعية وإطاراً للعمل العربي المشترك، وتأكيداً لوحدة الهدف والمصير، وذلك ارتكازاً على وحدة اللغة، الدين، والتاريخ المشترك، وعززها كذلك وحدة التواصل الجغرافي. جامعة الدول العربية أقدم منظمة إقليمية في العالم تنشأ بعد الحرب العالمية الثانية. سبقت بذلك إنشاء منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الدول الأمريكية والمجموعة الاقتصادية الأوروبية ومنظمة الوحدة الإفريقية. ويمثل قيام جامعة الدول العربية نقطة انطلاق مهمة في تاريخ العرب المعاصر، تجسيداً لإرادة العرب الجماعية وإطاراً للعمل العربي المشترك، وتأكيداً لوحدة الهدف والمصير، وذلك ارتكازاً على وحدة اللغة، الدين، والتاريخ المشترك، وعززها كذلك وحدة التواصل الجغرافي.